بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيكون موضوعنا في هذه الدقائق المعدودة بحول الله تعالى عن مصابيح السماء. قال الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال عز من قائل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. اسمحوا لي أيها الحفل الكريم أن أخذكم في رحلة كونية في دقائق معدودة نتوقف فيها عند بعض المحطات منطلقين في أرجاء الكون بسرعة كبيرة، لنحقق ونرى ما قاله الحق تبارك وتعالى مما زينه للناظرين، خاصة بعد تطور الأرصاد العظيمة لهذا الكون من أقمار صناعية ومن سفن فضائية. طبعا موضوعي هو مصابيح السماء، فالسماء التي نقصدها والتي نتناولها هو ما دون السماء الدنيا، أو 6% التي توصل إليها الأرصاد التي توصل إليها العلماء في العصر الحالي، والتي استخدموا فيها العديد من الأقمار الصناعية والسفن الفضائية والتلسكوبات الأرضية. وطبعا معظم الصور التي سنراها والفيديوهات هي من ناسا وكالة الفضاء الأمريكية وإيسا وكالة الفضاء الأوروبية وبعض المناظير الكبيرة الموجودة على سطح الكرة الأرضية. فأما المصابيح فهي كما هو معلوم هي النجوم التي موجودة والتي نراها في الكون العظيم. طبعا هيئات المصابيح أو تعريف المصابيح هي كل مصدر للضوء يشع بذاته، والمصابيح تأتي فرادة أو ثنائية أو أكثر أو في مجموعات كالحشود النجمية أو المجرات، يعني قد نجد مجموعات نجمية تصل إلى مئات الآلاف، وإن كانت مجموعات أكثر فيتم رصدها على هيئة المجرات. السماء أبهرت الإنسانية منذ القدم من خلال الكواكب الدرية اللامعة، فكان ينظر الإنسان إليها ونسج الأشعار واستدلوا بها في الليل والنهار، فوجدوا أنها تبهر الأبصار مرصعة السماء بمصابيح ذات أشكال تأسر الألباب. طبعا تخيلوها القدماء كمجموعات ذات أشكال هندسية رائعة، وتخيلوها القدماء بصور حية على أشكال أدوات وزينة كالميزان والدل والثريا، وكحيوانات كالحمل والدب والحوت، وكأناس مثل الصياد والتوأمان. وقد جعلها المولى تبارك وتعالى زينة تسلب العقول، وعلامات يفتدى بها في البر والبحر والفضاء، وحفظا للتوازن الجاذبية بالكون، ومصدر للطاقة، وأشياء أخرى لا يعلمها البشر إلى الآن، وقد يأتي لاحقا وبعد عدة سنين ما يفسر نقاط أخرى. طبعا النجوم هي مفاعلات نووية عملاقة بلازمية الحالة، وصنفت النجوم حسب درجات حرارتها إلى نجوم مختلفة بألوان وأحجام عديدة وكثيرة لا مجال لذكرها الآن، ولكن نركز على نقطة أن النجوم سنراها بألوان مختلفة، هذه الألوان تعطينا دلالة على حرارتها المختلفة. هذه الصورة أخذت بحقيقة بواسطة أقمار صناعية لوكالة الفضاء الأوروبية، ونلاحظ النجوم الأشكال الرائعة الجميلة التي توضح هذه الزينة. وطبعا هنالك ليس فقط نجوم مجردة، ولكن هنالك سدم مختلفة وعديدة ومجرات، سنرى كيف أن الله تبارك وتعالى زينها لعباده. ما هي، قبل أن نتناول وندخل في النجوم أريد أن أوضح ما هو أقرب النجوم إلينا. طبعا أقرب النجوم إلينا هي شمسنا والتي تبعد عنا 8 دقائق، وشمسنا هي أكبر من الكرة الأرضية التي تمثلها النقطة السوداء هذه 1,300,000 مرة تقريبا.
أرسلت عديد من الأقمار الصناعية لدراسة الشمس كثيرة، منها أهم ما حقيقة موجود هو القمر الصناعي سوهو الذي أطلق عام 1995 بالتعاون بين ناسا وإيسا، وأطلقت لمعرفة الشمس ولدراسة الشمس ولفهم المصابيح وزينة المصابيح. يجب أن نفهم ما الذي يحدث في الشمس. هذه الصورة توضح بعض النشاطات الانفجارات الشمسية التي موجودة على هذا المصباح أو على هذا النجم. الشمس عموما والنجوم والمصابيح عموما تمر بفترات نشاط وفترات هدوء عديدة ومختلفة. هذه الصورة توضح الدائرة التي في المنتصف هي قرص الشمس، وهذه الانفجارات المنطلقة الهائلة تنطلق في أرجاء الكون. الكرة الأرضية هي نقطة صغيرة من هذه النقاط، يعني هذه النقطة هي كوكب زحل. الكرة الأرضية أكثر بكثير من كوكب زحل، فتتعرض لهذه النشاطات ولهذه الانفجارات. أنا أردت أن أوضح من هذه النقطة شمسنا كيف يحدث بها، وبالتالي جميع النجوم هي مصابيح مختلفة تحدث بها نفس الظواهر. طيب كم عدد المصابيح الموجودة أو المرصودة في مجرتنا اللي هي مجرة درب التبانة؟ هذا جزء من مجرتنا درب التبانة، وهذه الصورة ليست سحابة كما يعتقد البعض، وإنما هي نقاط نجوم. عدد النجوم تقريبا 700 مليون، يعني 700 مليون نجم في مجرتنا أو المصابيح، ويتضح جزء هذا الجزء من المجرة وبه حاضنات النجوم. يعني مثلا هذه السحابة ذات اللون المحمر هي حاضنات النجوم التي تلد فيها النجوم، وهذا المنظر الرائع البديع الذي خلقه تبارك وتعالى. فصدق من قائل وعز من قائل: زينا السماء الدنيا. هذه الألوان من تعتبر حاضنات المصابيح. أمثلة عديدة هناك حقيقة للمصابيح المختلفة. هنالك بعض أنواع النجوم مثل نجم قلب العقرب، هذه مجموعة نجمية تخيلوا القدماء أنها على هيئة العقرب، وهذا النجم هو فوق عملاق أحمر، هذا تقريبا حجمه. هذه الصورة توضح النقطة الصغيرة التي لا تكاد ترى هي شمسنا. وهذا النجم هو نجم أنتاريس أو قلب العقرب. قبل سنة تقريبا تم اكتشاف أكبر نجم موجود في الكون، وهو في واي كانس ماجرس. هذا تقريبا 9 بليون مرة أكبر من شمسنا. طبعا النجوم بأحجامها الكبيرة العملاقة لها عدة أهداف، والمولى تبارك وتعالى أوجدها وخلقها لتحقق أغراض كثيرة نعلم منها القليل. هذا مثال آخر، النجم عملاق قيفاوي من النجوم المتغيرة، حجمه أكثر من 1 بليون مرة، ولمعانه قدر الشمس 38,000 مرة. هنالك هذه المجموعة المشهورة اللي هي مجموعة الجوزاء والجميع يعرفها، أو مجموعة الصياد والمكونة من نجمين، نجم أحمر والنجوم الباقية هذه الأربعة، وفي الوسط في حزام يسمى حزام الصياد. سنلاحظ في هذا المقطع النجم هذا كيف، يعني نحن ننظر إليه نجده نجم محمر، لكن في الحقيقة خلف هذا النجم يوجد ملايين من النجوم وملايين من المصابيح الجميلة التي خلقها الخالق تبارك وتعالى لتزين السماء ولتحفظ الجاذبية. طبعا هذه نفس المجموعة اللي هي مجموعة الصياد، وصورت في منطقة أخرى، احنا اللي شفناه هو منكب الجوزاء، الآن في منطقة هنا اللي هي أكبر مصانع النجوم الموجودة في مجموعتنا الشمسية، وهي على بعد 1500 سنة ضوئية في هذا البرج، وهو السديم العظيم كما يسمى، أو سديم الصياد أو الجوزاء، وهو ألمع السدم ويمكن أن يرى بالعين المجردة، لكن يجب أن تكون الرؤية واضحة وتكون السماء مظلمة في منطقة بعيدة عن أضواء المدينة. تحتل مساحة هذه المنطقة تقريبا 20 سنة ضوئية. فهذا المنظر الرائع الجميل الذي يمثل زينة، وأيما زينة هنالك أمثلة أخرى مثل نجم الرجل، وهو أبيض مزرق فوق عملاق. هنالك بعض النجوم القزمة زي إريداني، قزم أبيض، وتلاحظوا في الصورة أنه أكبر من الكرة الأرضية بقليل، وهذا يعتبر جدا صغير. هنالك نجم الغول، وهو نجم ثنائي، يعني نجمان يدوران حول بعضهما ويحدث له كسوف كل 3 أيام تقريبا. نجم يسمى صدى الضوء، وهو نجم متغير أكبر من الشمس تقريبا 4 بلايين مرة حجما وإشعاعه أكبر
600 ألف مرة من الشمس. هذه كلها لا نراها نحن على سطح الأرض، وإنما صورت لنا هي التلسكوبات الفضائية والأقمار الصناعية نجم أحد ألمع نجوم السماء، وهذا نجم انفجر قبل 150 سنة، وتتباعد هذا الغازات أو السدم الخارجة منه بسرعة تصل 4.2 مليون كيلومتر في الساعة. حشود نجمية، يوجد في مجرتنا حشود نجمية عديدة تصل إلى ما يقارب 1000 حشد نجمي، يعني نجوم بمجموعات جديدة ولكنها لا تعيش فترات طويلة، فقط عدة مئات من الملايين من السنين. نحن نعلم أن شمسنا تعيش 10 ألف مليون سنة، 10 بلايين من السنين، أما هذا فعمرها صغير. طبعا النجوم تمر كجميع مخلوقات المولى تبارك وتعالى بالولادة، فالطفولة، فالشباب، فالكبر، فالهرم، وتنفجر. فمثل هذه الصورة هو نجم يتعرض للموت وينفجر، ولكنه يعني من الإعجاز أنه عندما ينفجر يلد نجم آخر صغير، ويسمى هذا النجم بالنجم المستسعر الأعظم أو الكبير، وينتج عنه إما نجم نيتروني أو ثقب أسود. مناظر أخرى لانفجارات نجمية تتحول لنجوم قزم نابضة أو لنجوم ثقوب سوداء، وهذه مناظر يعني غاية في الروعة وفي الجمال استطعنا أن نحصل عليها بعد أن تطورت الأرصاد الفضائية. توجد أيضا هذه السحب التي تحدثنا عنها بشكل كبير منتشرة في السماء، هذه طبعا كلها نجوم الآن، النقاط هذه والسحابة هذه ملايين من الملايين النجوم، والتي يوجد بداخل بعضها السدم أو الأرحام التي تتخلق بداخلها النجوم. قديش دكتور باقي؟ دقيقتين. طيب السلايدات والعروض كثيرة حقيقة تتحدث عن النجوم وكيف أنهم استطاعوا أن يسبروا أغوار الكون ويدخلوا في داخل أعماق الكون ويصوروا هذه الكميات التي لا يتخيلها عقل بشر عن النجوم، عن ألوانها، عن أحجامها، عن ماهياتها، ما هي أشكالها الجميلة، أشكالها الجذابة، أشكالها الرائعة التي لا يستطيع أن يتخيل بشر كيف أن المولى تبارك وتعالى بعظمته خلق هذه الأشكال الجميلة والمصابيح الرائعة الجميلة. العروض كثيرة حقيقة توضح ما توصلت إليه بعض الأقمار الصناعية. الخلاصة أن النجوم هي مصابيح عملاقة نووية، مفاعلات نووية ذات ألوان وأشكال متباينة رائعة مختلفة في الحجم وفي الطاقة وفي الكتلة، خلقها المولى تبارك وتعالى كزينة وكعلامات وكساعات زمنية وحفظ لتوازن الجاذبية ومصادر للطاقة وما لا نعلم، يعني هنالك أشياء كثيرة لا نعلمها حاليا، وبتطور طبعا هذا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بتطور الأقمار الصناعية التي توالت وتتالت والتي بدأها علماؤنا المسلمون من قبل 1000 سنة تقريبا. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شكرا جزيلا.